الجهاز الهضمي في جسمنا يعتبر هو المحرك الرئيسي بعد المخ، لأنه غالباً بيشمل معظم أعضاء الجسم. خلينا متفقين إن معظمنا كمصريين عندنا مشاكل في الجهاز الهضمي، وحتى لو مش عندنا إحنا شخصياً بيبقى عند حد نعرفه. ضيفي النهاردة هيكلمنا أكتر عن مشاكل الجهاز الهضمي وهيعرفنا إزاي نتعامل معاه. ضيفي النهارده هو دكتور رامي نخله، زميل الكليه الملكيه البريطانيه للامراض الباطنيه وحاصل على البورد الاوروبي للجهاز الهضمي والمناظير. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا مونيكا، ازيك؟ ميرسي. خلينا الاول نبدا باهم موضوع، هو القولون العصبي. 50% من الشعب المصري عنده القولون العصبي، اكتر كمان يعني. فاحنا حابين نعرفهم الاول ايه هو القولون العصبي. طيب، هو الفكره لو جينا اتكلمنا على القولون العصبي، الناس بتبقى فاكره انه العصبيه مرتبطه بالقولون العصبي. الدراسات الاخيره من حوالي 10 سنين او اكتر اثبتت انه 40% بس من البني ادم العصبي ممكن يكون عنده قولون عصبي، وال 60% التانيين ما يكونش عندهم اي نوع من انواع التوتر او العصبيه وبرضه بيعانوا من القولون العصبي. فمش عايزين نربطها قوي بالعصبيه. فكره برضو لما نستبعد وجود اي امراض عضويه لا قدر الله تخص القولون تكون عامله اعراض، ساعتها ممكن نلقي اللوم على الاشارات اللي نازله من المخ على القولون انها بتثير القولون زياده. ممكن تعمل انتفاخ او تقلصات او اوجاع او تعنيه اثناء التوارت او الاعراض دي كلها. فهو ده ملخص القولون العصبي، انه حاجه وظيفيه بعد استبعاد كل مرض او سبب عضوي ممكن يكون يؤذي القولون. تمام. طب هو ايه اسبابه؟ يعني احنا كنا الاول عارفين انه التوتر، العصبيه، الضغط النفسي هو اللي بيسبب القولون، بس هو ايه سببه العلمي بقى؟ ببساطه ممكن يكون جيني، ممكن تكون جزء منه وراثي، ممكن يكون كمان جزء منه اكل. في بعض الاكلات اللي ممكن تخش في القولون وتتخمر، فلما تتخمر تبتدي تطلع نوع من انواع الابخره او الغازات اللي تضايق القولون، فلما نيجي نبتعد عنها وناخد بالنا من اللي بناكله ومن اللي بنشربه، ساعتها يبتدي اعراض القولون العصبي تقل شويه. طبعا بنزود شويه ادويه انها تساعد على سرعه انه اعراضه تقل بقدر المستطاع. طيب، هو صحيح انه بيصاحب القولون العصبي امساك واسهال؟ القولون العصبي ثلاث انواع: نوع قولون عصبي الممسك مع امساك، والنوع المسهل مع اسهال، ونوع ميكس بيسموه ما بين الامساك والاسهال. يقول لك انا عندي يومين ثلاثه امساك ما دخلتش الحمام، وفجاه عندي اسهال شديد بخش مرتين ثلاثه او اربعه في اليوم. فهو دي الثلاث انواع المشهوره للقولون العصبي. طيب، في اي اجراءات اقدر اخدها اقلل شويه من القولون العصبي؟ طبعا اهم حاجه ال 40% اللي عندهم توتر دول ممكن يهدوا من نفسهم بطرق كتير جدا. مش اول حاجه نلجا لها الادويه الاول. في حاجه اسمها لايف ستايل موديفيكيشن. يعني ايه؟ مش عيب ان انا اروح الجا للايف كوتش او دكتور يساعدني نفسيا ان انا ممكن اهدي من التمبر بتاعي او من عصبيتي او من حبتي، او ان انا شده انفعالي على طول لاي موقف اتعرض له، وكل حاجه يعني ممكن نرميها ورا ظهرنا وخلاص. وممكن الجزء الثاني ناخد بالنا من اكلنا وشربنا. الاكل المعين او الفاكهه او الخضار او اللحمه او اكل الشارع اللي بيزود من اعراض القولون العصبي، لما نروح عند الدكتور التغذيه العلاجيه المتخصص يقدر يقول لنا ناكل ايه وما ناكلش ايه، لان في اكل بيهدي القولون وفي اكل بيعصبه ويضايقه جدا 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 لاقصى الدرجات. كلمني اكتر يا دكتور عن قرحه المعده. قرحه المعده كتير مننا بتروح عند دكتور بتوجعني فم معدتي، مش قادره بعد الاكل او حتى بعد فتره صيام طويله. الدكتور لما يكشف مش بالكشف الاكلينيكي اقدر اعرف اذا كان في قرحه في المعده ولا لا. مهم جدا عمل فحوصات تانية او اشعاعات تانية او مناظير ان انا اخش اشوف القرحه دي بعيني، لان انا لو دوست هنا عند فم المعده والمريض اتوجع او اتالم، طب ممكن كذا سبب يكونوا سبب للالم ده غير قرحه المعده. التهاب في البنكرياس، والبنكرياس موجوده برضو في الحته دي، الاثنى عشر، اسفل المريء، المعده، كل دي اسباب موجوده في المنطقه دي بتعمل الم في الحته. المراره، التهابات المراره والحصوات اللي فيها برضو تعمل في المنطقه دي. قرحه المعده ليها اسباب شهيره، اولهم الاسترس العصبي. التدخين يسبب قرحه معده. الشاي والقهوه والكافيين، الحاجات اللي فيها كافيين كتير في يوم خصوصا على معده فاضيه مش بعد الاكل، تعمل قرحه معده. استعدادات جينيه تعمل قرحه معده. الشطه واكل الشارع والبهارات الكتير او الاكل السموك اللي هو المدخن ممكن تعمل قرحه معده. المياه الغازيه بانواعها وخصوصا لونها اسود منها تعمل قرحه معده. فلو الخمس ست حاجات دول بقدر المستطاع قللناهم جدا لمريض عنده فعلا قرحه معده وقدرنا نشخصها بالمنظار، باذن الله اعراضها هتخف بنسبه 60 70%، والباقي نكمله بشويه ادويه مكمله.
يعني بمرور العمر وبمرور الوقت بيكون ليها مضاعفات معينة. جرحة المعدة ممكن للأسف تعمل ثقب في المعدة، فساعتها نلجأ لتدخل جراحي عشان نصلح هذا الثقب. ممكن تقلب لقدر الله بورم حميد أو ورم خبيث، خصوصا لو سببها المسكنات، لأن هي أشهر سبب لجرحة المعدة هي المسكنات. الناس اللي بتعاني من ألم في الظهر أو الروماتيزم أو وجع المفاصل أو الصداع المزمن، وكمان جرثومة المعدة، البكتيريا الحلزونية، من أشهر سببين يعملوا جرح المعدة. تمام، حضرتك قلت حاجة مهمة جدا، إن هو 60 أو 70% عند الشعب المصري. طب أنا أعرف منين إن أنا عندي جرثومة معدة؟ يعني أعرف منين إن أنا محتاجة دكتور وإن الوضع خطير؟ طبعا مظبوط جدا السؤال، زي ما تفضلتي وقلتي، لو حد حس بنفس الاعراض اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي بيروح يحلل جرثومه المعده. التحليل بتاعها بيتعمل يا اما في النفس يا اما تحليل في البراز في التواليت. انما بطلنا نعمل تحاليل في الدم خالص من زمان، لان تحليل الدم بيشوف الاجسام المضاده فقط وليس الجرثومه نفسها. فتحليل النفس والبراز، وطبعا اهمهم المنظار بعينه من المعده، دي طبعا احسن حاجه فيه. ازاي بقى احمي نفسي منها؟ يعني ازاي نحذر الناس من جرثومه المعده؟ نظافه شخصيه نمبر 1، غسيل ايدين باستمرار. انا من الناس اللي ما باكلش بره خالص، باخد اكلي لو نزلت من 7 8 الصبح لغايه الساعه 10 11 بالليل، اخد اكلي معايا ان شاء الله في شنطه بلاستيك، في علبه بلاستيك كده، ما ياخدش مني تحضير 10 دقائق الصبح. يبقى كده لازم ناخد بالنا اكتر من نظافتنا الشخصيه، نبطل اكل الشارع زي ما الدكتور قال. برضه حابين نسال حضرتك عن فتق الحجاب الحاجز. ايه هو فتق الحجاب الحاجز؟ الحجاب الحاجز دي عضله ماشيه بالعرض تفصل ما بين الرئه وما بين الجهاز الهضمي، بيعدي من خلالها حاجات كتير قوي، من ضمنها المريء والمعده. يعني المريء بيخلص بعد كده تبتدي المعده بعد الحجاب الحاجز. ففي زي صمام موجود ما بين المريء والمعده بيبقى قافل دايما. ليه؟ لو الصمام ده واسع هيحصل ارتجاع، الاكل هيرد تاني لفوق او الشرب او الحمضيات. ربنا خلق لنا ان احنا الاكل والشرب كله بينزل وان واي، اتجاه واحد فقط تحت. فالصمام بعد ما ينزل الاكل يقوم قافل. طب في حاله انه نزل الاكل والصمام ده مرتخي او حصل فيه فتق او وسع، ساعتها الاكل هيرد تاني لفوق، فنحس باعراض الحموضه والحرقان والارتجاع، وهذا بما يسمى بفتق الحجاب الحاجز اللي ما يتشخصش غير بحاجه من الاثنين، يا اما منظار معده يا اما بحاجه اسمها باريوم نيل. بشرب نوع معين من انواع الصبغه وبعد كده اشعه معينه بتصور الصدر عشان تقدر تحدد الفتق في الحجاب الحاجز، انما مش بالاعراض فقط، اعراض ممكن اشك فيه. ايه هي الاعراض يعني عشان نحذر الناس برضه؟ نفس الاعراض بتاعه اللي فات اللي قلناها في جرثومه المعده، او ان الحموضه، الحرقان، الارتجاع، التجشؤ باستمرار، عندي الم رهيب بفم المعده سبيشالي كمان بعد الاكل، كل دي اعراض تخليني اشك انه عندي فتق في الحجاب الحاجز. واهمهم انه لما انام في ضيق في النفس بيحصل لي. ليه؟ لان ساعتها المعده بدل ما هي موجوده تحت الحجاب الحاجز هي بتطلع فوق ناحيه الرئه، تبتدي لما تتملي اكل تدوس على الرئه وبالتالي النفس يتاثر. فساعتها بعض الناس يقول لك انا بنهج بسرعه، انا تعب، انا عندي ضربات في القلب. ليه؟ لان المعده مش بتتملي تحت الحجاب الحاجز، هو لما حصل فتق طلعت المعده فوق الحجاب الحاجز ضغطت على الرئه خصوصا لما اتملت اكل. كل الكلام ده اكيد ليه اسباب قويه، فهل فعلا تبقى اسبابه قويه ولا ممكن من اقل حاجه للحجاب الحاجز يكفي؟ للاسف مفيش سبب محدد لفتق الحجاب الحاجز غير انه ممكن يكون استعداد جسم الانسان او مع السن، وساعات كتير كمان نلاقيه في الشباب دلوقتي سواء سيدات او رجال. فمفيش سبب محدد لفتق الحجاب الحاجز، ممكن السمنه المفرطه احدى اسبابه، ممكن ضعف في العضلات احدى الاسباب، بس مفيش حاجه نقدر نستبعدها احنا ناخد بالنا منها بحيث انه تقينا من الحجاب الحاجز او الفتق بتاعه. في سؤال بقى من احد المشاهدين بتوع البرنامج بيسال حضرتك، لو انا جالي فتق حجاب حاجز ممكن يجي لاولادي؟ يعني الموضوع ممكن يبقى بالوراثه؟ بالظبط، انه ضعف العضلات نفسه ممكن يبقى بالوراثه، بس مش شرط خالص، ونسبته بتبقى قليله. فمش شرط عشان حد عنده فتق في الحجاب الحاجز يجي لاولاده او بناته فتق برضه في الحجاب الحاجز. في اي طرق للعلاج يعني ان انا، او على الاقل في اجراءات معينه اقدر اخدها تقلل من الموضوع من الامه؟ دايما بنقول الفتق في الحجاب الحاجز لو هو صغير 2 سم 3 سم 4 سم بنحاول ان احنا نظبط اكلنا وشربنا عشان اعراض تقل بقدر المستطاع، وبندي شويه ادويه تعالج الاعراض، انما مفيش دواء او برشام هيعالج الفتق نفسه. انما لو لقينا فتق 5 سم 7 سم او 10 سم زي ما قلنا انه المعده طلعت ناحيه الصدر وعدت الحجاب الحاجز من خلال الفتق ده، لازم طبعا يتصلح جراحيا. ارتجاع المريء من اكتر الامراض المنتشره في مصر، هل بيبقى ليها علاج ولا الانسان بيفضل عايش بيها طول عمره؟ ارتجاع المريء فعلا نص العياده عندي ممكن تبقى شويه قولون عصبي شويه ارتجاع في المريء. ارتجاع المريء او ليه اسامي تانية اللي هي الحموضه،
او الحرقان او الاحساس بعدم الراحه خصوصا بعد الاكل. ده ناتج زي ما اتفقنا انه الصمام اللي موجود ما بين المريء والمعده وسع شويه، فبيسمح انه الاكل والشرب يردوا تاني لفوق بدل زي ما ربنا خلقنا يفضلوا نازلين لتحت. ادويته اللي هي مثبتات الحمض بقدر المستطاع، اشهرهم اللي هو بيتاخد على الريق صباحا سواء بتركيز 20 او بتركيز 40. واللي اهم من الادويه ان احنا ناخد بالنا من اكلنا، يعني في 5-6 حاجات كده رئيسيين بيعملوا حموضه او حرقان او ارتجاع. اولهم الشوكولاتات والسكريات، ثانيهم القهوه والشاي واي حاجه فيها كافيين، الكافيين بيزود الحموضه والحرقان والارتجاع. الشطه والبهارات والتوابل الكتير مع اكل الشارع طبعا. السجاير من اهم الحاجات اللي بتزود الحموضه والحرقان والارتجاع. وكمان اي حاجه فيها نعناع، لان النعناع سواء لبان او بونبوني او مشروب بيرخي العضله اللي هو الصمام اللي ما بين المريء والمعده. هو حلو جدا للهضم والقولون والتقلصات النعناع، بس في حاله الصمام ده بيرخيه شويه. فدول اشهر 5 حاجات بيسببوا الارتجاع او بيزودوا الاعراض بتاعه الارتجاع في حاله ان هو موجود اساسا. دلوقتي يا دكتور انا لو واحده رياضيه وبحب الرياضه بس عندي ارتجاع مريء، ازاي اقدر العب رياضه عادي من غير ما احس بارهاق او انه الاكل بيطلع على صدري؟ طيب هو ببساطه ان احنا ما ناكلش ونلعب رياضه على طول، يعني لازم نسيب 2 أو 3 ساعات فرق ما بين الوجبه وممارسه الرياضه ايا كان نوع الرياضه ايه. وبرضه ما ناكلش وجبه دسمه تقيله قبل الرياضه، ناكل حاجه سهله الهضم زي ما بنشوف كده اللعيبه في المنتخبات او في النوادي ممكن في الهاف تايم او في التايم اوت في الفوليا او الباسكت او كده ممكن ياخد له موزايه، ياخد له حته اي فاكهه، فمش لازم ندبها دبه يعني دبه جامده كده وجبه دسمه وسمينه وفيها سمنه وزيت وسكر وشوكولاتات وننزل نلعب رياضه. وطبعا ممكن ناخد القرص اللي هو مثبت الحمض قبل الرياضه بنص ساعه عشان نقلل من هذه الاعراض، لان حضرتك زي ما قلتي السمنه المفرطه سبب من الاسباب الرئيسيه لارتجاع المريء، فالواحد لما يخس باستمرار ويبقى الدوره الدمويه شغاله عنده واكتف باستمرار الاعراض دي تقل بقدر المستطاع. دكتور هل ارتجاع المريء ليه علاج او حتى ممكن اي اجراءات اخدها تقلل شويه من الامه؟ طيب ارتجاع المريء اكيد ليه علاجات، بس مهم اعرف سببه ايه؟ هل ان انا مبوظ في اكلي وشربي واخد راحتي في القهوه والشاي والمياه الغازيه والسجاير والكلام ده كله؟ طب هل في فتق في الحجاب الحاجز فمحتاج يتصلح جراحيا؟ طب انا مش هقلب يومي بنام الصبح وبسهر بالليل فعكس ما ربنا خلقني؟ طب كل الاسباب دي كلها سبب لارتجاع المريء، فلو صلحت السبب هعالج العرض وهو ارتجاع المريء. بس مهم الواحد ما يستسهلش انه ياخد مثبتات الحمض سواء بتركيزاتهم ال 20 او ال 40 او ال 60 اللي موجوده في السوق عشان الارتجاع يروح، لان كترتهم ليها اثار جانبيه ومضاعفات مش حلوه على اللونج ران. لو قدرنا نستحملهم دلوقتي ممكن قدام ما نستحملهمش، ليهم اثار جانبيه كتير يعني. فان انا اعرف سبب الارتجاع ده ايه واعالج السبب اهم بكتير من ان انا مجرد اعالج عرض الارتجاع او الحموضه او الحرقان ده. بنشكر حضرتك يا دكتور وبنشكرك لوجودك معانا ويا رب نكون افدناكم، واستنونا في حلقه جديده وافتكروا دايما ان صحتكم اهم.